ونرحب من دولة الإمارات العربية المتحدة في سعادة الدكتور حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، فليتفضل يلقي كلمته. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. في البدايه احب اشكر الدكتوره هنادي المباركي على تنظيم هذا المؤتمر الرائد، ونشكرها على جهودها والقائمين على المؤتمر هذا في بناء التواصل بيننا في دول الخليج. وهذا الشيء المهم في المؤتمر هذا، ان الواحد يتعرف على اخوانه واخواته من دول الخليج، وان شاء الله نطمح من خلال المؤتمرات هذه الى تعزيز يعني المشاريع الحيويه والعمليه على ارض الواقع. نحن في مجمع الشارقه للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، هو بثابه منصه حكوميه لتفعيل وتسريع وتيره منظومه الابتكار في دولة الإمارات. والمنظومة هذه أو المشروع هذا هو جزء من استراتيجية الدولة في تعزيز اقتصاد المعرفة وأيضا تعزيز منظومة الابتكار. مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يعمل على أربع يعني أهداف رئيسية هي أساس منظومة الابتكار وتعزيز منظومة الابتكار. الهدف الأول هو توفير بيئة ابتكارية رائدة تدعم تنافسية الإمارة والمجال اللي نعمل فيه، يعني building innovation ecosystem. البيئة الابتكارية هاي طبعا تتكون من عدة محاور. المحور الأول طبعا البنية التحتية، نعمل على تعزيز البنية التحتية وتطوير بنية تحتية سواء من مباني أو من نظم معلومات أو من يعني مختبرات تدعم تفعيل منظومة الابتكار وتهيئ البيئة المناسبة للرواد الأعمال والباحثين والطلبة والدكاترة في الجامعات والشركات الخاصة وأيضا الحكومية وأيضا جمعيات ذات النفع العام على استخدام هذه البيئة لتطوير أعمالهم وتسهيل انخراطهم في موضوع ريادة الأعمال وأيضا اقتصاد المعرفة. أيضا البيئة الابتكارية نحن نتكلم عن وجود سياسات تدعم تعزيز منظومة الابتكار، سواء سياسات خاصة في الكوميرشاليزيشن للتكنولوجي، يعني تحويل الأبحاث الحيوية إلى شركات معينة، أو سياسات تدعم توفير الموارد المالية اللي تساعد الباحثين ورواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم، أو السياسات اللي تسهل تسجيل الشركات وتسجيل الاختراعات والـ IPs، وأيضا يعني تسهل تنفيذ هذه الأفكار. أيضا السياسات أو المحور الأول اللي خاص بالسياسات أو البيئة الابتكارية ايضا له علاقه في موضوع الموارد الماليه مثل ما ذكرت. فهذا اول هدف هو ايجاد بيئه ابتكاريه، سواء نحن نتكلم عن الهارد انفراستراكشر البيلدينجز والمختبرات او السوفت انفراستراكشر اللي هي نتكلم عنها السياسات والامور هذه. فهذه اول نقطه. والنقطة الثانية طبعا لها علاقة بالعنصر البشري. مثل ما تعرفون اخواني، ونحن تكلمنا عن يعني الاخوان تكلموا عن الموضوع هذا، العنصر البشري هو اساس منظومة الابتكار واقتصاد المعرفة. إذا ما كان عندنا عنصر بشري مؤهل وجاهز وفعال، احنا ما راح نوصل مكان. وأنا بكون شوي صريح، للأسف احنا في دول الخليج يعني ما عملنا بشكل كبير على تطوير شباب وشابات يتعاملون مع العصر الحديث والتحديات العصر الحديث. نحن ما نتكلم مجرد عن جامعات و يعني مراكز ابحاث او لا، انا اتكلم عن الفكر اللي 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 نحن يعني يعطينا الناس اللي ممكن يعني يشتغلون وينتجون، ونمط التفكير عندهم يكون مختلف عن النمط الإداري
البحث اللي اليوم نحن نشوف يعني الناس اللي مقرطين في هذا المجال يعملون عليه. نحن إذا شفنا يعني جزء كبير من دكاترتنا او يعني في القطاع التعليمي يتكلمون عن فايلينج بيبرز ورايت واي بيز، ما يبغي يدخل مختبر، ما يبغي يعني يطور فكرته الى 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 للابعاد. وهذا له علاقه طبعا بمنظومه التعليم اللي عندنا، اللي يجب عليها ان تتطور من مجرد جامعات تعليميه الى جامعات قائمه على البحث العلمي الى جامعات تنتج ملكيات فكريه وتطبق هذه الملكيات الفكريه على ارض الواقع. ايضا نحن نتكلم عن رواد الاعمال اللي اليوم تركيزهم بشكل كبير على موضوع الخدمات، نحن كيف نقدر نحولهم الى ان يكونون رواد اعمال يركزون على القطاعات الحيويه الجديده، سواء علوم الحياه او الزراعه اللي اليوم هذا اساس كبير، او القطاع الصحي او الذكاء الاصطناعي. وهذا يتطلب نوع مختلف من رواد الاعمال، وايضا نوع مختلف من بيئه تدعم رواد الاعمال وتسهل انخراطهم. اليوم نحن ما نقدر نقول لواحد تعال اعمل لك بحث علمي في موضوع علوم الحياة أو في موضوع مثلا الزراعة أو في موضوع المواصلات أو في موضوع الذكاء الاصطناعي ونحمله هو المخاطر كلها. يجب أن تكون هناك منظومة، ويجب أن تكون هناك يعني موارد مالية من الدولة ومن الدول ومن منظومة دول الخليج لهذا المجال. فالعنصر البشري هو أساس الموضوع هذا كله. الجزئية الثالثة نحن نتكلم عن تطوير التقنيات واستقطاب التقنيات. نحن في مجمع شرق البحوث والتكنولوجيا والابتكار الحمد لله بفضل من الله يعني قدرنا خلال فترة قصيرة إلى استقطاب تقنيات حيوية على مستوى العالم. اليوم نحن نفتخر بوجود واحدة من أكبر مختبرات المواصلات في العالم، وهذا طبعا كلها استثمارات خارجية في المجمع. نحن في المجمع اليوم نختبر قطارات المستقبل، وأنا أدعو الجميع إن شاء الله أن يزورنا في المجمع ويشوف هذا المختبر اللي هو فريد من نوعه. أيضا عندنا مختبرات للزراعة، ومثل ما تعرفون اليوم الزراعة بالنسبة للعالم كله موضوع حيوي جدا، وأنا أدعو من خلال منبركم هذا أن نحاول نتعاون في هذا المجال يعني لأمور الأمن الغذائي طبعا بالنسبة لنا نحن في دول الخليج كلها. أيضا عندنا مختبرات في مثل ما ذكر الأخ في موضوع الواقع المعزز والواقع الافتراضي وأيضا الميتافيرسس، بالإضافة إلى مختبرات ثانية يمكن عندنا في موضوع الـ 3D printing. هذا أيضا مشروع أطلقناه نحن، وهو فكرته جدا جميلة، لأن هذا المشروع 3D printing احنا استثمرنا فيه من خلال القطاع الخاص، ولكن ما كانوا عندنا خلنا نقول العمالة المؤهلة. فالتجأنا للجامعات وعيننا يعني خريجين في الجامعات وطورنا هذه الخريجين من الجامعات، واليوم الحمد لله هم يدورون مختبرات الطباعة الثلاثية الأبعاد. نتكلم عن الأدتيف مانيفاكتشرينج والفورث اندستريال ريفولوشن يعني الثورة الصناعية الرابعة، والحمد لله نحن نطبع في المجمع. عندنا مختبرات طباعة الحديد، عندنا مختبرات لطباعة الكونستركشن والبيوت، وأيضا عندنا مختبرات ل طباعة البوليمر، وهذه كلها ذات طابع تجاري مش أكاديمي، هذه كلها ذات طابع تجاري وهذا اللي نركز عليه نحن. نحن طبعا نقوم باستقطاب سواء تطوير التقنيات، وهذه عن طريق يعني طرق مختلفة. الطريقة الأولى طبعا ترجمة البحوث في الجامعات، ونحن طبعا مملوكين من الجامعة الأمريكية في الشارقة، ترجمت البحوث في الجامعات إلى يعني شركات تجارية. وبعطيكم مثال واحد على هذا الموضوع. اليوم في الجامعة نحن نعمل على تطوير نوع معين من السمنت اللي يمنع أي إلكترو ويف أتاك على الكريتيكال فاسيليتي، يعني سمنت خاص يمنع أي يعني هجوم كهرومغناطيسي سواء على الديتا سنتر مالك أو على الميليتري فاسيليتيز أو على المستشفيات. وهذه نحن خذناها من يعني بحث علمي إلى جانب تجاري، وإن شاء الله راح يعني في الفترة القليلة راح تسمعون عن المشروع هذا إن شاء الله بجانب تجاري.
الجانب الأخير طبعاً نحن في النهاية من خلال من يعني دولنا كلها تسعى من خلال تفعيل منظومة الابتكار والبحث العلمي إلى تنمية مستدامة، تنمية تقوم على يعني تنمية بشرية، تنمية بيئية، تنمية اقتصادية، تنمية يعني تقنية. نحن نهدف من خلال هذا كله إلى يعني بناء اقتصاد قوي يدعم تطور دولنا ويدعم تطور شعوب دولنا ويدعم الاستدامة. فاحنا نحاول نوظف التقنيات هذه ونوظف البيئة الابتكارية ونوظف الشباب والشابات والسكيل فورسز على أساس إن شاء الله أن نبني شركات ومؤسسات يعني تجارية تدعم يعني اقتصاداتنا وتخليها إن شاء الله أكثر تنافسية وأكثر يعني نمو. هذه يعني فكرة عامة عن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. احنا يعني نعمل من خلال منظومة كاملة من شبكة علاقات دولية، علاقات مع مراكز الأبحاث العالمية، علاقات مع القطاع الخاص أو علاقات مع الشركات الرائدة مثل شركة الدكتورة هنادي. نحن نتمنى من خلال المنصة هذه مرة ثانية إلى تعزيز علاقتنا مع المؤسسات في دول الخليج، وأنا نتمنى إن شاء الله وأدعو من خلال منبركم إلى يعني تطوير آلية شاملة قائمة على التعاون الحقيقي بيننا في دول الخليج، لأن نحن ما عندنا بصراحة الفرصة أو يعني الوقت إن نشتغل بطريقة مبعثرة. مواردنا الكل يعني يشتغل باتجاه مختلف، وفي النهاية ما حد يحقق أي 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 نتيجة فعلية على الـ على الـ على الواقع. نحن نشوف في 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 يعني في دولنا، خلينا نتكلم بصراحة، نلجأ لجامعات في أمريكا وأوروبا ومش عارف وين، ونترك جامعاتنا الوطنية. أنا زرت الكويت وكان لي شرف التواصل مع بعض المؤسسات البحثية في الكويت. الكويت ابتدت الموضوع البحثي من يمكن السبعينات، وعندهم يعني 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 خلينا نقول يعني قوة كبيرة في هذا المجال. ليش احنا ما نتعاون في بيننا بين بعضنا ان نستفيد، وموردنا تبقى عندنا، وما يمنع ان نحن نتعاون مع الجميع. لكن انا اقول يجب علينا دعم جامعاتنا يعني الخليجية، ويجب علينا يعني التعاون في موضوع البحث العلمي. احنا نشوف لما نسافر ان الجامعات في امريكا على سبيل المثال تتعاون يعني على المشاريع، تلقى جامعة هارفارد تشتغل مع MIT وتشتغل مع مش عارف واشنطن على مشروع بحثي واحد. يعني يجب علينا ان احنا نتعاون في هذا المجال، لان في النهاية موضوع البحث العلمي ممكن يكون موضوع مكلف، الموارد ممكن ما تكون موجودة عند الجميع. إذا شخص عنده موارد مالية ممكن ما تكون عنده موارد بشرية، إذا كانت عنده موارد بشرية ممكن ما تكون عند البيئة اللي هي تسمح أن يسوق للمنتج هذا. فنحن نتمنى إن شاء الله من خلال المؤتمر هذا، وهي دعوة صادقة يعني، إلى تفعيل منظومة الابتكار الخليجي من خلال التعاون بسياسات واضحة وعملية وفعالة إن شاء الله، اللي تعطينا وتعطي يعني شعوب دول الخليج وتحقق آمالهم في التطور. مرة ثانية أشكركم على الدعوة هذه، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله نشوفكم مرة ثانية فيزيكال مش فيرتشوال. شكراً.